كما قلت الاخ هشام انه كانت يعني فرصه وحيده بالنسبه للمنتخب الغامبي والذي جاب عليه الهدف، بينما منتخب المغرب هناك يعني ضربه جزاء واضحه يعني بالنسبه للمنتخب المغرب، زياده على ذلك هناك الفرصه الثانيه للاعب الصالحي اللي ما فيها الشروط، فكانت هذه يمكن تغير وجه المباراه، ولكن تبقى على العموم لانه يعني اعاده النظر في بعض اللاعبين، لان العطاء ديالهم خاصه اللاعب براد اليوم ما كانش يعني في المستوى. يعني كما اشار جيرات على ان اعتقد انه يكون هناك تغيير خاصه على مستوى الهجوم، لانه نعم حنا كنشاهدوا يعني المحاوله اللي كانت سانحه للتسجيل لفائده المنتخب الوطني المغربي، وغادي نرجعوا لها لانه كانت هناك ضربه خطا واضحه وضربه جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي، وكذلك ورقه حمراء بالنسبه للحارس الان كريستوفر. الحكم كان قريب من العمليه لم يعلن عن اي شيء. المنتخب الوطني المغربي بعد ذلك بادر للتسجيل، هناك محاولات يعني تحت للمنتخب الوطني المغربي، اعتقد انه يمكن هناك تسرع في الوصول الى مرمى المنتخب الغامبي. يعني في بدايه المقابله 5 دقائق الاولى لاحظنا بان المنتخب المغربي يعني كان يعني ضبط الامور ديالو بالضغط اللي كان يعني فارضه على المنتخب الغامبي، للاسف ان هذا الهدف المباغت الذي عند الكره ثابته كان يعني خطا على مستوى التموضع ديال الدفاع وتموضع اللاعبين، وهذا يعني ماشي غريب على الخط الدفاعي ديال المنتخب المغرب، ولكن تبقى على انه لازم اعاده النظر خاصه بانه يعني كما اسبق الجرس يعني اشار هو انه يمكن يلعب الحين بمهاجمين يعني متقدمين اللي غيكون هو العربي يمكن هو الصالحي، لان لاحظنا بان مردود ديال اللاعب برادا او لاعب ايتفانا ما كانش في المستوى على الاطراف، كنعتقد انه لازم يعني القاء توليفه جديده ويغير الاسلوب ديالو باش يمكننا الوصول للمرمى، وكنعتقد بان الحين ما بقاش لنا خيار، الخيار الوحيد هو الضغط على الخصم داخل، ولكن يعني بان سعد غني الناصري بان الضغط على مرمى الحارس الان كريستوفر حارس مرمى المنتخب الغامبي، بانه هناك اخطاء على مستوى الدفاع ديال المنتخب الغامبي لامكان اللاعبين ديال المنتخب الوطني انهم يستثمروها ويسجلوا اكثر من هدف. فعلا هذا هو القص على انه يكون عندنا يعني جوج لاعبين في الهجوم اللي يضغطوا على المنطقه نعم. يعني الوسطى الهجوميه باش يمكننا نوصلوا في اقرب وقت، لان ما بقاش الوقت 45 دقيقه غير كافيه.